السلام عليكم. أنصار التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء بشكل موسع وبشكل تصعيدي، والعراق دخل في الإنذار جيم. وتفاصيل هذا التصعيد الذي سنتحدث عنه اليوم هو يأتي بعد عدد من الترتيبات خلال 48 ساعة وخلال 72 ساعة الماضية. هو كله بدأ في الساعات الماضية بعد تغريدة مهمة كانت قادمة من وزير القائد وهو صالح محمد العراقي، الذي وضح بشكل بسيط بأننا دعونا أن نبتعد عن المشهد السياسي، كل السياسيين والأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003 حتى يومنا هذا يجب أن يخرجوا تماما من هذه العملية السياسية، وسنوافق على هذا الأمر وسنتفق على هذا الأمر بعد إجراء انتخابات وغيرها من هذه التفاصيل. وأكد صالح محمد العراقي بأنهم سيوافقون مباشرة وسيتم التوقيع على هذا الاتفاق إذا ما اتفقت القوى السياسية على هذه المبادرة. ولكن بشكل مثير للغاية ومع اقترابنا مع نهاية 72 ساعة، السيد مقتدى الصدر بشكل مفاجئ غرد بهذا الشكل وأعلن بأنه اعتزل تماما الأمور السياسية، اعتزل السياسة، لن يتدخل في الشؤون السياسية نهائيا. وبعد ذلك كذلك السيد صالح محمد العراقي قد أغلق حسابه بهذا الشكل على حسابه على تويتر، والبعض اعتقد بأن السيد مقتدى الصدر قد انسحب تماما وأن الأمور متوجهة إلى الهدوء وأن الرجل لن يصعد أكثر من ذلك. ولكن المفاجأة الكبيرة بعد هذه التحركات، وبأقل من ساعة أنصار التيار الصدري بدأوا يتحركون مباشرة إلى المنطقة الخضراء، وهذه إحدى اللقطات لدخول أنصار التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء بشكل سريع وموسع، والبعض لم يكن يعرف ما الذي سيحدث بالضبط وأين هم يتوجهون، ولكن واضح جدا بأنهم لا يحملون أي أسلحة وكانت شعاراتهم تتحدث، وواضح جدا بأن هذه التظاهرات سلمية ولكنها غاضبة في نفس الوقت. إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي لنفهم طبيعة هذه التحركات وأهم هذه التحركات التي جاءت من أنصار التيار الصدري تحديدا واللحظات الأولى منها، لنتوجه مباشرة إلى العاصمة العراقية بغداد، لنتوجه إلى المنطقة الخضراء. الآن هنا كما تلاحظون اقتربنا من المنطقة الخضراء لنأخذ لقطة أوضح لطبيعة هذه المنطقة المهمة للغاية وطبيعة التصعيد الذي يجري. لكي نفهم ما الذي يجري بالضبط، فإن هذه هي الحدود الخاصة بالمنطقة الخضراء التي ترونها. دعونا نعدل هذا الأمر من جديد لكي نأخذ هذه الحدود بشكل أدق وأوضح. كما تلاحظون هذه هي الحدود الخاصة بالمنطقة الخضراء. بالنسبة لأنصار التيار الصدري معروف بأنهم متواجدين ومعتصمين في مجلس النواب العراقي، سبق لهم أن توجهوا مباشرة إلى مجلس القضاء الأعلى بهذا الشكل ووصلوا إلى بوابة مجلس القضاء الأعلى واعتبر هذا تصعيدا، انسحبوا، تركوا خيامهم وغيرها. ولكن الأمور تطورت بشكل خطير للغاية. جماهير أنصار التيار الصدري بعد التغريدات التي تحدثنا عنها بدأوا يقتحمون المنطقة الخضراء من جسر الجمهورية ومن جسر السنك بهذا الشكل، وبدأوا يتوزعون في المنطقة الخضراء بشكل عال. وإحدى أهم النقاط التي وصلوا إليها هو القصر الجمهوري هنا، وتمكنوا فعلا من اقتحام القصر الجمهوري، وهذا ما أدخل الجميع في انذار وتعلق عمل مجلس الوزراء وجلسات مجلس الوزراء وكذلك على مستوى أي أمور حكومية. ودخل العراق اليوم في نقطة الانذار، ودخلنا أساسا في عملية حظر شامل في بغداد مع هذه الظروف. القوات الأمنية دخلت بشكل مكثف إلى هذه المنطقة وتجمعت وتحاول قدر الإمكان أن تضبط الأمور. رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي حاول من توزيع وجمع القوات الأمنية بشكل مكثف من أجل منع أي صدام محتمل. الكثير من الأوساط الأمريكية في السابق والتقارير تحدثت عن صدامات قادمة وقد تكون خطيرة للغاية، وبالفعل فعل القوات الأمنية تحاول قدر الإمكان ضبط الأمور من أي صدامات قد تكون قادمة من الطرف الآخر من الإطار التنسيقي مع هذا التصعيد ومع الخطاب المتوتر المستمر. وكذلك يجب أن ننتبه أن بالنسبة لأنصار التيار الصدري أيضا دخلوا بشكل مكثف عبر الجسر المعلق، وبالتالي لاحظ أنهم دخلوا من الكثير من النقاط ومتواجدين في هذه المنطقة في المنطقة الخضراء، والمنطقة الخضراء فعلا دخلت في نقطة وفي مرحلة صعبة
للغاية هي مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. إحدى الكتب التي تعتبر هي من الكتب السرية للقوات الأمنية العراقية وبتوجيهات واضحة وضح هذا الكتاب الذي تلاحظونه درجة السرية بأنها سرية بتاريخ هذا اليوم، يوضح بأن جميع القطعات كما تلاحظون بأمر من رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة دخول جميع القطعات بالإنذار جيم، وبالتالي دخل العراق في نقطة خطيرة للغاية الآن. وكذلك في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن الأمور هي ليست فقط في المنطقة الخضراء وفي بغداد مما نرى، بل أن الأمور أيضا هو كان حاضرا في المحافظات العراقية، على سبيل المثال هذه المقاطع التي ترونها في البصرة في ساحة العروسة بهذا الشكل، كان المتظاهرين حاضرين من أنصار التيار الصدري، أيضا أنصار التيار الصدري بهذا المقطع تقدموا إلى المبنى الحكومي إلى محافظة البصرة بهذا الشكل السلمي كما تلاحظون، كذلك اقتحموا مبنى محافظة واسط بهذا الشكل، وكذلك كانت هنالك أيضا تحركات وتحرك وسيطرة تامة بحسب هذه الصور التي ترونها لأنصار التيار الصدري في مجلس محافظة ديالى. بالتالي الأمور وصلت إلى نقطة تصعيدية خطيرة للغاية، والمثير بهذا الأمر أن قبل 48 ساعة كان موقع ميدل إيست آي البريطاني قد سرب الكثير من التفاصيل القادمة من أحد قيادات الإطار التنسيقي وكذلك مقربين من المرجعية العليا المقربة من المرجعية العليا المتمثلة طبعا بسماحة السيد علي السيستاني، أطراف مقربة له سربوا من دون ذكر أسمائهم أو مواقعهم للميدل إيست آي عن طبيعة أن هنالك قد يكون اشتباك واشتباك محدود وأن هنالك تصعيد خطير قادم للغاية، وفعلا ها نحن أمام هذا التصعيد، وكان الخطاب متوتر والتسريبات متوترة القادمة في الميدل إيست آي التي طبعا ترونها بهذا الشكل في 27 أغسطس. ها نحن في 29 أغسطس نرى ما نراه اليوم. وكذلك بالنسبة والمثير بهذا الأمر أن قبل تغريدة السيد مقتدى الصدر وقبل هذا الاقتحام الذي جاء للمنطقة الخضراء، الاقتحام الموسع لأنصار التيار الصدري بهذا الشكل الذي نراه، كان روبرت فورد هذا الرجل الذي كان هو سفيرا سابقا في سوريا وفي الجزائر، الرجل أهم المواقع التي تسلمها في العراق وكان رئيس القسم السياسي في السفارة الأمريكية سابقا في العاصمة العراقية بغداد وهو مطلع على الكثير من التفاصيل، كان قد كتب عن طبيعة التواجد الأمريكي في العراق قبل كل هذا التصعيد، وهو أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى في العراق ولكن لأسباب استراتيجية هي ليست بسبب أسباب الصدامات التي نتحدث عنها. أيضا في أمر مهم كما تحدث طبعا روبرت فورد، وبالتالي هو قال الآتي للشرق الأوسط اليوم: ترغب إدارة بايدن في الإبقاء على قواتها في العراق وسوريا وعدم منح إيران فرصة لتوسيع نفوذها في هذين البلدين، وهذا طبعا يوضح لنا بشكل واضح بأن حتى لو قامت إيران ونجحت مع الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة للاتفاق النووي أو فشلت في العودة للاتفاقية النووية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى لضبط هذا النفوذ الإيراني، وذلك بسبب أن مسألة السياسات الإقليمية سرب الكثير عنها، وآخر التصريحات التي جاءت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وضح بشكل تفصيلي بأن بعد العودة للاتفاقية النووية سيناقشون مسألة السياسة الإقليمية التي تتبعها إيران، وهو بإعطاء الأوامر لفصائلها المسلحة في كل مكان في العراق في سوريا وكذلك لحزب الله اللبناني وأيضا على مستوى الحوثيين، وبالتالي هذا يوضح أن إيران في مستوى مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن الأوساط الأمريكية وتحديدا المسؤولين السابقين الأمريكيين حتى من العسكريين منهم يعلمون تماما بأن هذا الاتفاق النووي إذا ما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في العودة إليه فإنه سيوفر أموالا لإيران من أجل تعزيز نفوذها بشكل عال وحتى لأحزابها السياسية الموجودة التي طبعا في مواجهات مع التيار الصدري بشكل مباشر. من تحدث بهذا الأمر خلال 24 ساعة الماضية؟ فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق تحدث إلى فوكس نيوز بهذا الشكل وقال بأن العودة للاتفاقية النووية ستوفر الكثير من الأموال للفصائل المسلحة الموالية لإيران لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بحسب تعبيره. وكذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية
علمت بتفاصيل استخبارية خطيرة للغاية عن طبيعة الهجوم الذي جاء من الفصائل المسلحة في العراق. بحسب المعلومات التي نشروها تحدثوا بأن هجوما بطائرتين مسيرتين في 15 من أغسطس قادمة من محافظة بابل في إشارة إلى جرف الصخر. وكذلك كانت هنالك مصادر أخرى مثلا من القدس العربي تحدثت بأنها كانت قادمة الطائرات من عكاشات وانتقلت إلى الطريق البري من بغداد إلى دمشق عبر معبر الوليد. انطلقت من هذه الطائرات المسيرة انطلقت من نقطة قريبة بهذا الاتجاه إلى قاعدة التنف تحديدا وهاجمتها بهذه المنطقة وتسببت طبعا بردود أمريكية مباشرة. هنالك تفاصيل مثيرة الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد نشرتها وسربتها إلى نيويورك تايمز عن طبيعة ما جرى من هذه الفصائل العراقية تحديدا وتوضح لماذا هم يودون البقاء على هذا المستوى لمواجهة هذا النفوذ. نيويورك تايمز تحدثت عن هذه المسألة بهذا الشكل في 26 من أغسطس وهي كشفت تفاصيلا مهمة للغاية بأن سوريا وبعد الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها مؤخرا كانت قد تحدثت مع إيران مباشرة قبل هذا الهجوم الذي جاء طبعا على التنف والهجمات الأخرى. تحدثوا مباشرة مع الإيرانيين وقالوا لهم إذا استهدفون الإسرائيليين مباشرة في الأراضي السورية فنرجو منكم أنتم والفصائل المسلحة والحرس الثوري الإيراني ألا تهاجموا إسرائيل بشكل مباشر لأن هذا الأمر سيشعل الحرب. على هذا الأساس كان هنالك اجتماعا قد جرى بين إيران والفصائل العراقية والفصائل في سوريا والفصائل وكذلك حزب الله اللبناني وجميع الفصائل المرتبطة بها وحتى بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني اجتمعوا وناقشوا هذا الأمر بهذا الطلب السوري المباشر الذي تحدثت عنه نيويورك تايمز واتخذوا قرارا واضحا بأنهم سيقومون بعملية مواجهة وضرب القواعد الأمريكية. كل ضربة إسرائيلية في سوريا سيضربون القواعد الأمريكية إذا كانت التنف أو قاعدة حقل العمر النفطي أو قاعدة كونيكو الموجودة في الداخل السوري ولن يتعرضوا مباشرة لإسرائيل وذلك لهدف مهم. وأملا منهم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بالضغط على إسرائيل بعد الضغط على القواعد الأمريكية بشكل مباشر وبالتالي ستخف الضربات الإسرائيلية على الداخل السوري. وكذلك هم نظروا إلى قضية مهمة جدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يود التصعيد وبالتالي الخيار العسكري الأفضل هو ضرب القواعد الأمريكية عند كل ضربة إسرائيلية على الداخل السوري وهذا ما ثبتته النيويورك تايمز حول هذه المسألة الاستخبارية الخطيرة. قرر المشاركون في الاجتماع قصف القواعد الأمريكية في سوريا ردا على كل ضربة إسرائيلية وهذا يأتي لسبب مهم جدا وتحديدا عندما نتحدث عن التنف التي قصفت في أغلب التفاصيل التي جاءت من التقارير الأمريكية والتقارير الغربية بأنها تقصف مباشرة من الفصائل الموجودة في العراق وليست الفصائل في سوريا لسبب مهم للغاية. أيضا تحدثت عنه النيويورك تايمز قالت إيران تركز على قاعدة التنف لأنها تعتبرها بقعة مزعجة لها عند التوجه إلى القمر الصناعي بسرعة لكي نعرف لماذا تعتبر هي بقعة مزعجة بالنسبة إليهم. هنا قاعدة التنف التي ترونها هنا في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا. الموقع كما نلاحظ هو يسيطر على كثير من الأمور. هم يرون تماما ما يجري في الصحراء العراقية. هم يضبطون كل هذه الصحراء التي تأتي من تدمر على سبيل المثال ما ممكن أن يأتي من دمشق. وبالتالي هي ضابط إيقاع كبير للغاية مقارنة بحقل العمر النفطي وكونيكو. نقطة ارتكاز مهمة للغاية والقدس العربي كانت لديهم تفاصيلا مثيرة حول هذه المسألة بمصادر قد تحصلوا عليها بمجرد حدوث هذا الهجوم على قاعدة التنف. هنا كما تلاحظون هنا قاعدة التنف هذا هو المثلث الحدودي لنأخذ صورة أوضح لهذه المنطقة. المصادر الخاصة التي تحدثت إلى القدس العربي أكدت بأن الفصائل المسلحة وإيران والحرس الثوري الإيراني لديهم خطة لمحاصرة هذه القاعدة عسكريا من جميع الاتجاهات وبالتالي العراق هو جزء من عملية الحصار العسكري لمحاولة إخراج هذه القاعدة وإخراج الأمريكيين الموجودين في هذا الاتجاه. بل إنها أيضا كشفت هذه المصادر بأن هنالك نقطة يطلق عليها جبل الغراب بهذا الاتجاه في الداخل السوري هنالك تحركات من الحرس الثوري الإيراني كبيرة في إشارة إلى أننا قد
نكون أمام قاعدة جديدة هنا مع قاعدة طبعا هنا تدمر بهذا الاتجاه التي ترونها، وبالتالي هنالك رغبة في تطويق هذه القاعدة. وهذا ما فهمته الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذه القاعدة مهددة ومهددة بالذات من الداخل العراقي، وأن عليهم ضبط إيقاع هذه الفصائل المسلحة التي تهاجم هذه القاعدة بشكل عال. ولذلك هذا يفسر أن النظرة الأمريكية هي نظرة استراتيجية كبيرة للبقاء في الداخل العراقي، وهذه قضية مهمة للغاية. كذلك هنالك قضية أخرى خطيرة للغاية الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عنها منذ 15 أغسطس، ألا وهي مسألة الطاقة والخطر الذي تتعرض له الطاقة في الداخل العراقي وتحديدا في إقليم كردستان من هجمات مباشرة من إيران من فصائلها المسلحة. وكان هنالك وبشكل مثير للغاية كان هنالك هجوما ومحاولة للهجوم بالأحرى على إحدى الحقول المهمة جدا وهو حقل كورمور. عندما نشاهد هنا هذه الخريطة الموضحة باللون الأصفر كما تلاحظون، هذه مناطق حكومة إقليم كردستان، وهنا مناطق الحكومة الاتحادية باللون الأحمر بهذا الاتجاه هي طبعا حقل كورمور الذي يأتي بهذه المنطقة تقريبا بهذا الاتجاه، هذه القاعدة بهذه المنطقة أو هذا الحقل تحديدا الذي تديره طبعا شركة دانا غاز الإماراتية، كانت قد تعرضت وعلى وشك التعرض إلى ضربات صاروخية بثلاثة صواريخ كاتيوشا، ثلاثة منصات كانت موجودة في إحدى المناطق القريبة التابعة إلى كركوك. الفصائل المسلحة طبعا قامت بنصب هذه المنصات وقاموا بالانسحاب مباشرة، ولكن الكوماندوز التابع لقوات البيشمركة تمكن من ضبط هذه المنصات ومنع هذا الهجوم من أن يحدث. وفعلا هذه المنصات كانت هنالك صورا قادمة بهذا الشكل للمنصات الصاروخية التي ترونها بهذا الشكل للكاتيوشا. هنا كوماندوز كما تلاحظون كيف ضبطوا هذه القواعد بهذا الشكل، هنا منصة منصتين ثلاثة، كان من الممكن أن تؤدي إلى مشكلة حقيقية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد ضغطت بشكل كبير كما تحدثنا منذ منتصف هذا الشهر عن طريق العديد من الأطراف مثل كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وهو مايكل ماكول. كذلك كانت هنالك رسالة، الرجل طبعا بالنسبة لمايكل ماكول أرسل رسالة إلى بايدن طلب منه التدخل في العراق من أجل حماية هذه الحقول المهمة للنفط، لأنها بدأت تؤثر طبعا على الشركات الأمريكية، كذلك تؤثر على إنتاج الطاقة في داخل العراق، وهي مشكلة كبيرة جدا يجب أن ننتبه إليها. أيضا كانت هنالك رسائل أيضا في السابق من دانا تيروس من الحزب الديمقراطي، كذلك عضوين في الحزب الجمهوري من مجلس النواب الأمريكي أرسلوا أيضا رسالة إلى الخارجية الأمريكية موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطلبون منه التدخل للحد من هذه الهجمات الخطيرة التي تأتي على مصادر الطاقة في الداخل العراقي. وقبلها كان مجلس الشيوخ حاضرا، وتحديدا لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إذا كان بوب منندس رئيس هذه اللجنة التي ذكرتها لكم، وكذلك جيم ريش كبير الجمهوريين في نفس هذه اللجنة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في فترة قصيرة للغاية يطلبون من بايدن أن تتدخل بسرعة من أجل إنقاذ هذا الموقف، وهم يعلمون تماما والداخل الأمريكي يتحدث بأن مسألة الطاقة خطيرة للغاية، إن استمرت الهجمات بهذا الشكل الشركات الأمريكية غير قادرة على العمل، قرارات في العراق لا تخدم الشركات الأمريكية، إيران تضغط بشكل كبير لأنها تريد العراق أن يبقى منفذا لبيع الطاقة بالنسبة إليها، لأنه خدمهم كثيرا في مسألة النجاة من العقوبات التي تعرضوا لها من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هنا تأتي أهمية ما يجري في الداخل العراقي اليوم، هذا الصدام الذي يأتي بين السيد مقتدى الصدر والخلاف السياسي تحديدا مع الإطار التنسيقي هو مشكلة حقيقية. إذا ما تصاعدت الأمور أكثر مما نراه اليوم في الداخل العراقي، فإن هذا قد يؤثر على إمدادات الطاقة بشكل خطير للغاية، وهذا سيؤثر على وضع الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى التضخم وأزمة الطاقة التي يعانوها، ولكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعاني من مشكلة حقيقية، خاصة وأن الرجل بدأ يتنفس الصعداء الآن بعد عملية انخفاض خطيرة للغاية تعرض لها كما تلاحظون بهذا الشكل في مصادقة الشعب الأمريكي عليه، انخفض بشكل خطير، والآن بدأ كما تحدثنا يتنفس الصعداء بهذا الشكل، ارتفع طبعا وارتفعت مصادقة الشعب الأمريكي عليه، وبدأ يشهد ارتفاعا جيدا ووصل إلى 42.3% رضا الشعب الأمريكي عليه بسبب أمور داخلية كما تلاحظون، وهذا ارتفاع مهم للغاية، قد لا يبدو مهما ولكن عندما ترى وتقارن بحسب الريل كلير بوليتكس فإن الشهر الماضي
هذا الرئيس الأمريكي كان عملية الفرق بين الأبروف بين المصادقة وعدم المصادقة هو أكثر من 20%. الآن عندما نتحدث عن عملية المصادقة فالفرق أصبح عبارة عن 12.7% بحسب ريل كلير بوليتكس. بدأ يقترب وبدأ يكسب الثقة مرة أخرى وهو متوجه لانتخابات مهمة في الكونغرس الأمريكي على مستوى مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر القادم، وخاصة أن الحزب الديمقراطي الآن يتمتع بعملية تقدم بحسب الاستفتاءات والإحصائيات الموجودة بحسب الـ 538، أن الحزب الديمقراطي يمتلك فرصة 66% للفوز بالأغلبية والحفاظ بالأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الشيوخ الأمريكي، ومن الممكن أن يصمد في مجلس النواب الأمريكي. لكن مجلس النواب لحد الآن الفرص جيدة للحزب الجمهوري، وبالتالي بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن مسألة العودة حقيقة ومسألة الفوز في هذه الانتخابات ومسألة الحفاظ على وضعه في ما يجري في الداخل الأمريكي وأن يبقى العراق مستقرا على مستوى الطاقة والمستوى السياسي هو مهم، لأن أي أزمة في الداخل العراقي الآن ممكن أن تهيج الأمور في الداخل الأمريكي وممكن للطاقة أن تتأثر وندخل في مرحلة خطيرة للغاية وتؤثر على الجميع بكل تأكيد.